مرحبا بكم معايا في فيديو جديد اللي غادي نديرو فيه واحد الفكره تقدر الاغلبيه غادي تجي غريبه ولكن فكره زوينه تيقوني. غادي ناخذ قطعه ديال الزاج، انا ديجا كانت عندي واحد ثلاثه شاطوليه من واحد العمل، المهم بقاو عندي ثلاثه. قلت غادي ندير بهم واحد الفكره اللي هي كنتمنى انها تنال الاعجاب ديالكم. الزاج ديالنا بطبيعه الحال راه هو يا ممسوح منقي. الفكره اللي هي بصراحه انا كنت مجده ورق الارز، غندير ورق الارز ولي في ميغوار وزيفتي. قلت خدمت معكم هاد التقنيه يمكن شحال من خطره، انا غادي نغيرها. شنو هو البديل اللي ممكن الا ما بغيناش نديرو ورق الارز؟ شنو هو البديل اللي ممكن نخدمو به؟ قلت علاش لا الثوب. ديجا انا كنجربتها بالواكس، يعني انتيسي افريكا، وطلعت مخيره، ولكن خدمتها فوق من العود. دابا غادي نخدمها فوق من الزاج بالمقلوب. الوغ الفكره الاولى كنت غادي ندير جوج ديال الطراف، انا غادي نوريهم لكم. هاد لي شيت اللي هما عندي غادي ندير لهم هكا، يعني يجوني جوج ديال الزواقات، وندير لهم هكايا. هذا بطبيعه الحال هادشي اللي غادي يتحدق هاد الجنبات هادو. في التالي هاد الزي هادي خممت ليها شحال ما لقيت ليهاش الحل. كنت فكرت ندير واحد البيي يعني من الوسط هنايا، ولكن بطبيعه الحال من الداخل حتى هو ما عطانيش هذاك لا فينيسيون اللي انايا بغيت. وفي الاخير وليت فكرت غادي ناخذ الطرف ديال الثوب اللي هويا مقاد، نحط غير الزاجه هنايا، نحيد هذا، غنخدم بواحد الطرف ديال الثوب اللي هويا طرف واحد متصل، ما يكونوش عندي هذوك الزديات. داكوغ، حاولي نعاود نقي الا بانت ليا شي حاجه. انا كتعرفوا الزاج اي حاجه كتبان فيه. غادي ناخذ لاكول، بما انني غادي نخدم بالثوب غادي خصني واحد الطبقه ديال اللصاق لاباس بها. غادي نحلها، نحل الفم ديالها، نخوي مباشره. تقدروا ديروا لاكول دي كوباج، ولكن لاكول دي كوباج غادي تضيع ليا، غادي يهز ليا بزاف، لان الثوب غادي يشرب ليا لاكول. وغادي نمشي لاكول ديالتي على كامل الزاج، نهز هكايا باش نوصل اللصاق الجنابات كامله ديال الزاجة. إلا هي فكرة حمقى ولكن راه زوينة تيقوني واحد الله يعطي، نجربوها. تقدرو تجربوها غير في بلاطو صغير إلا بغيتو. دونك هنايا غادي ناخد القطعة ديال القماش ديالتي، نسوسها وغادي نجيبها نفوتها الجنابات تكون فايته، كنضغط على الثوب ديالي بحال ملي كنلصقو ورق الارز، وانا كنضغط تنزول لي بولدير فقاعات الهواء وتنلصق الثوب ديالي. مزيان الجنابات، نضغطو عليهم باش يسخنو مزيان. باقي ما نشفرش مزيان، ولكن غادي نبدا انا بديت كنقطع في الجنابات ديالها، هذاك الجنابات ديال الثوب. بما نشفات ليا هذيك الزاجه، غادي ناخذ السيبور اللي غادي نستعمل باش غادي نرجع هذيك الزاجه طبله. هي ديجا عندي في البيض، ولكن فضلت على انني نديرها اونوار لان الثوب غالب عندي فيه لونوار. دونك غادي نصبغها بابريد اكريليك، عفوا ابريد اكريليك اللي ميلتي سيرفاس تمشي على جميع الاسطح.
دونك غادي نصبغ هذا الرجيل هذا كاملو ايبريد اكريليك اللون الاسود. وتقدر ديرو نتوما يا لا عندكم شي سيفور ديال العود ولا طبيلات هذوك لي سوندري اللي تيكونوا عندنا مثلا في هذوك الزجاج ديالهم حتى هما غير ممكن نغيروهم بهذه الطريقه. ديجا كنت خدمت معكم واحد التفصيل درنا ديكوباج درناه بالطاو ديال الثوب دابا نوريه لكم صافي. دونك غادي نصبغ هذا السيفور هذا نخليه ينشف بما انا كملت نمشي نجيب الطبيله ديالتي انني نكملها تيقوني غادي تعجبكم النتيجه حيت انا عجبتني النتيجه جاتني زوينه بزاف فكره لاننا نجددو بها يعني راه صراحه من والو لا ديكوراسيون راه شي مرات من والو ممكن صوبو حويجات اللي غادي يكونوا زوينين. هنا غادي تسمحوا لي لانني حذفت هذا المقطع اللي لصقت فيه هذا لو غالون في الجنابات. قبل ما نلصق بعدا لو غالون في الجنابات خليني نقول لكم اشنو درت. هو انني عاودت دوزت واحد الطبقه ديال اللصاق الابيض فوق من الثوب ديالي من اللقفه كامله لصقته عليه وخليته ينشف عاد لصقت عليه هذا لو غالون هذا في الوقت اللي انا خدامه. بصراحه كنت طالقه معايا حدايا القران دونك فاش جيت في المونتاج لقيت بان الصوت ديال القران مسموع وبصراحه وليت حذفت المقطع لان هنايا خاصك داك كيجيك شي مرات انضاع على الحقوق الطبع ما ديال الموسيقى ما للقران ماشي عندك الحق انك تنشرو هذاك الشيء باش حيدت المقطع. ولكن انا شرحت لكم هنا انني درت واحد الطبقه حمايه من الفوق من هنا من اللقفه ديال التلايكول تقدو تصبغوا من الثوب ديالكم من باش يجيكم هكايا لون الا بغيتو ديروا اللون سينو تخليو غير الثوب ديالكم هكايا. دونك السيبور ديالي ها هو يا نشف نوري لكم الطبيله في الشكل النهائي ديالها. لو غالون لي لصقت هو هذا خليوني نوريكم الشكل النهائي ديال الطبيله اللي جات زوينه كتحمق. درنا فيها اعاده تدوير ديال الزاج واعاده تدوير ديال الثوب وتحصلنا على طبيله. الا عندكم دي سوندغيي ممكن تبدلو ليهم تغلفوا ليهم الثوب ديالهم بحال هكايا من الثوبات ديال الصالون سينو تاخذوا هذه الفكره هذه. الا عندكم شي رجيلات ها هما الرجيله ديالها اللي حنايا ديال التحديد اللي حنا صبغنا شي كتجي بحال حنا دايرين فوق منها لا غيزين ولا هو فقط لانها مخدوم من اللقفه ديالها. ونفس التقنيه الا كنتو عقلتو كنت خدمتها معكم في هذا التبصيل هذا لان هنايا هذا لو ديسا خدمناه بطرف ديال الثوب درنا الديكوباج بالمقلوب بطرف ديال الثوب ما خدمناش هنايا كاع على بورق الارز ولا حتى شي حاجه. دونك هذه هي الفكره ديال الفيديو حيدو باش نوري لكم الطبيله. لو غالون حتى هو يعطيها منظر زوين حتى الا كان لو غالون شويه طويل حتى هو غادي يجي زويون. وحنا كنحاولوا نستغلوا هذاك الشيء اللي عندنا لي شيت اللي تيكونوا عندنا هما اللي كنحاولوا نستغلوهم في اي عمل عندنا. هذا الشكل اخر ديال الطبله هو اللي كنت غادي نخدم معكم في الاول. هنايا حنايا خدمنا بالاف ميغوا خدمنا بزيفتي هذاك اللون القهوي اللي كتشوفوا خدمنا بالبوشوار شي عطينا المرايا لان كيبان لكم لو بلافون لان هنايا خدمنا بالافي ميغوار. هنايا درت لي رجيله ديال العود شي هذه هنا رجيله ديال العود ديال القلقع خدمنا بالبوشوار الزيفتي افي ميغوار فوالا سينو تخدموا بالثوب. هذه فيها شويه ديال الخدمه هاد لي ديال افي ميغوار ما باغ كونطخ الاخرى ساهله مهله الطرف ديال التوب تلصقي على زاجة وانت تحصلتي على الطبله. حتى نلقاكم فيديو جديد ان شاء الله فكره جديده. تنقول لكم السلام عليكم تبقاو على خير.